أخي الحبيب، أختي الفاضلة، حتى المرأة مطالبة، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. مو على كيفنا الواحد يأخذ راحته، ينظر إلى هذه وينظر إلى تلك. والله لن تورث تلك النظرات إلا حسرة في القلب وظلمة ووحشة في الصدر وهمًا وغمًا. لا يظن الواحد منا أن هذه النظرات يستانس فيها يستمتع، وربي لا تتلوها إلا ضيق في الصدر وهم وغم ووحشة في القلب وظلام. بل والله لا يزال الإيمان ينقص فينقص فينقص حتى يقسو هذا القلب، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هل تتوقع أن هذه الصور اللي قاعد تشوفها في الكليبات أو في الأغاني أو في بعض القنوات الفضائية أو في الأسواق اللي طالعها يمين ويسار، هل تتوقع أنها ستلبي طلبك يوم من الأيام؟ والله لا تزيد قلبك إلا حسرة، ويوم القيامة ندامة على ندامة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد. شاب متعود يطالع البنات يمين ويسار ويلاحقهم ويعاكسهم مثل بعض الناس اللي والله لا حياء لا دين لا أخلاق، حتى مروءة ورجولة ماكو. ياليت حتى الرجولة عنده، ما في حتى الرجولة. يلحق بنات الناس ويطالع هذه ويكلم هذه، عيب، حتى العيب ما يعرفه، حياء ما في. يلحق البنات، شاف له ثنتين لحقهم عاكسهم استجابوا له واعدوا في مكان، فعل ما فعل معهما مستانس. لما رجع إلى البيت اتصلوا عليه قالوا الفلان، قال لهم هلا تفضلوا، ظن أنه يبونا مرة ثانية. قالوا له مفاجأة. قال لهم إيش؟ قالوا له بنقول لك مفاجأة. شو المفاجأة؟ مستانس الريال. قالوا له تدري أن إحنا ثنتين مصابتان بالإيدز. شاب من العبادي في الكوفة نظر إلى فتاة فأعجب بها، ونظرت إليه فأعجبت به، وما علاج المتحابين؟ الزواج. فأرسل يريد الزواج منها فرفض الأهل، حاول مرة ومرتين الصادق يبحث عن الزواج فرفض الأهل. فلما رفضوا أرسلت إليه رسالة، إن شئت أتيتك وإن شئت تعال إلي أفتح لك الباب. فأرسل إليها رسالة يقول، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لا عذر لك يا عبد الله، تقول الفتاة هي اللي طالعني. لا عذر لك تقول أنا في السوق ماشي لحالي وهي اللي تكلمني، هذا كله مو عذر. ولا عذر لك يا أختي الفاضلة. شوف لما نقول غض البصر، الكثيرون يغضون أبصارهم. الذين حفظهم الله جعل في قلوبهم النور، هؤلاء الناس الله عز وجل جعلهم لا يلتفتون لا إلى هذه ولا إلى تلك، لأنهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. مو كل الناس الله يظلهم في ظله يوم القيامة. هناك أناس يحترقون تحت الشمس، وهناك أناس يتنعمون تحت الظل. منهم رجل يغض بصره عن الحرام.